كيفية تجميد سمارت من أجل الحصول على وحدات الطاقة وباندويث. تفرض جميع شبكات البلوكتشين عمولة نظيرة معالجة المعاملات، لكن البلوكتشين سمارت تمكنكم من التوفير على سمارت كوين بدون سداد عمولة البلوكتشين لقاء معالجة المعاملات. للقيام بذلك يجب تحصيص سمارت أو بالأحرى تجميده. التحصيص في البلوكتشين سمارت هو عملية حيث يقوم المستخدم بتجميد كوينات سمارت، ما يرمي إلى الحفاظ إلى تشغيل الشبكة وتحصيل موارد الشبكة المفتاحية لقاء ذلك، وهي وحدات عرض النطاق التردد ووحدات الطاقة اللازمة لتنفيذ معاملات ذات صلة بالعقود الذكية ولجميع المعاملات ضمن الشبكة الواحدة. للادخار والتوفير ما عليكم سوى تجميد 50,000 إلى 100,000 سمارت لتحصيل وحدات الطاقة، ومن 5,000 إلى 10,000 لتحصيل وحدات النطاق التردد وإجراء معاملات ذات صلة بالعقود الذكية والمعاملات الأخرى ضمن سمارت بلوك تشين بدون مقابل. في هذه التعليمات نتحدث عن تجميد سمارت للحصول على وحدات الطاقة. قبل الشروع في عملية التجميد نلفت الانتباه إلى نقطة مهمة، إذا نويت التركيز على عملية التحصيص يفضل أن يكون على الرصيد حتى 10,000 سمارت كوين غير مجمدة. افتح محفظة سمارت وولت، انتقل إلى شاشة سمارت كوين وانقر على وجهة التجميد. في النافذة الجديدة انقر على زر فريز تجميد، ادخل كمية السمارت المراد تجميدها واختر نوع الوحدات المراد تحصيلها، الطاقة او النطاق التردّدي باندويث. اذا عند النطاق التردّدي باندويث في البلوكتشين سمارت مورد لازم لتنفيذ كافة المعاملات دون استثناء. سداد المعاملة بالباندويث يعفيكم عن سدادها بالسمارت. وحدات الطاقة في سمارت بلوكتشين هي مورد اساسي يستخدم لتنفيذ جميع الاجراءات المتعلقة بالعقود الذكية، عملية التقسيم، معاملات ذات صلة بالسبلتات، توكن ألتيما، وإلى آخره إلى آخره. الطاقة هي بمثابة وقود يضمن تشغيل العقود الذكية. لنختار وحدات الطاقة لتنفيذ معاملات التقسيم بدون مقابل وننقر على زر Continue. أكد على المعاملة التجميدية، ثم إذا قمت بالخطوات الصحيحة كلها تظهر رسالة مفادها إتمام تجميد الكوينات بنجاح. ستظهر الكوينات المجمدة على شاشة سمارت. يرجى ملاحظة أنه يجوز إلغاء تجميد السمارت المجمدة لتحصيل وحدات الطاقة والنطاق التردد بعد 14 يوماً.